هي رجل مغربي موسى الحبشي في سيكون أحد أضلاع مباراة الغد بين بلجيكا وفرنسا، هو الشخصية الثالثة بعد تيري أوري ومارتينيز في كتيبة المنتخب البلجيكي، متخصص في تحليل الأداء، سبق له أن خاض تجارب عديدة. ولكن الجميل في الأمر أن الحبشي الذي سنشاهد صوره كان متعهد حفلات وموسيقي، وبعد ذلك بصح وبعد ذلك آثر أن يقوم بإعداد دورات تكوينية خاصة بتحليل الأداء سي فخر الدين رشحي، وهو اليوم يعتبر الشخصية الثالثة في المنتخب البلجيكي بعد مارتينيز كما قلنا وتيري أوري. ينديروا حنا مموين لا انتما رجعوا دابا انتما خذوا لي بلاصتكم، ولكن يمكن صح صح زناج يمكن في اوروبا الامور كتختلف. هو كان كيشتغل واحد عنده واحد المهام، ولكن كيف قلتي انا فلمشى درس عاد باش دخل لهذا الميدان، وماشي خدم غير هنا باش نكونوا على خدم في برمنغهام، خدم في الزمالك المصري، خدم في المنتخب السعودي الاول والاولمبي، واستون فيلا في انجلترا، ومن ثم جاء الدور على المنتخب، وايضا جنك في بلجيكا، ومن ثم المنتخب البلجيكي. يعني ما غاديش تقدر تتكلم عليه، يعني دابا الان كيف كنقولوا حنا السي في ديالو كيتكلم عليه الفرق ولا المنتخبات اللي اشتغل معها، ما غاديش نجيو نقولوا بانه كان ممول ودخل. يعني هذا هو اللي غنكمل الكلام ديال خيف خارج بعجاله، يعني في المستوى العالي الكفاءه هي اللي كتحكم، يرحم والديك. ومثل هذه البلدان التي تحاول الفرق كلها اللي تتكلم عليها، يعني تكون متعهد حفلات ولا تكون موسيقي ولا هذا، يعني مهن، ويعني لكل الاحترام الذي يستحق.